ويستبشرون بالذين
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن بات جفني ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم فتى كأن الشمس في وجهه تشرق في
صبح هنا دائم يزفه الكل إلى زوجه وهو من الفرحة في عالمي حتى إذا نادى منادي العدا للحرب هل من بطل حازم قال أجل أجلت عرسي فلا أبرح أو أقضي على الغاشم فهب عريس بني هاشم أكرم به من بطل هاشم حتى إذا أدى العلا حقه هوى فقل هوى سنى العايا فقم نعزي الحسن المجتبى فيه وننعاه إلى خمد نور العيون ولا بعد ظن ودربي المدلل بيشوج دم أوجد لدربي من وعمل عيوني على وليد المدلل خابت ظنوني فقد الولد عزيز ساعد الله أم القاسم آه تغير لون وجهك يا بعد لوني مو يومك الساعة نريد نتهن نتهنى بعرسك والعمام تشوف شيت ابن المنصة وشيت عدل الحوف شباب وزفت أسهام ونبل وسيوف ومن دم الترف صارت له الحن دروحي ليعمت للترف جعديه شو ظنت نفس ظلت بعد الكبيه طبرات البراس بالجت الجميه بعد ما بيه ظنت ودع من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا الحسين عليه السلام هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. العزة شعار أهل البيت عليهم السلام، والعزة هي الغلبة والحمية والأنفة، العزة هي الوجاهة
والنورانية، ولها العزة مصداقان: العزة الظاهرية والعزة الواقعية. أما العزة الظاهرية فإن مصادرها دنيوية، مثلا شخص عنده أموال كثيرة، ربما هذه الأموال تولد احترام البعض له، لأنه ترابط مصلحي أكو، فيصير لمقام ويصير لعزة ظاهرية ما دامت الأموال موجودة عنده. أو مثلا شخص يحصل على موقع، يعني شخص بسيط عادي يحصل على موقع معين، الموقع ينطي مكانه، ينطي عزة ظاهرية، يعني يعطي احتراما من بعض الناس اللي أكو عندهم ارتباط ومصالح وياه. أو العشيرة مثلا، العشيرة تختار شخصا، تخليه مثلا هو رئيس العشيرة، راح يأخذ يعني فد مقدار من الاحترام والوجاهة، يعني العشيرة هي اللي قدمت، هي اللي انطت صلى الله عليه وآله. الليلة الجمعة وورد أن النبي قال: من صلى علي مرة صليت عليه 10 مرات. أن يروح له الفداء، هو أقرب إنسان إلى رب العالمين. علاقة نبينا المصطفى بالله علاقة لا نظير لها. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نبينا المصطفى ارتبط بالله، الله أعطاه من عزته فكان عزيزا. ولذلك يتصور المشركون المنافقون بأنهم الأعزاء والنبي الذليل. قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة، هؤلاء المنافقون يتكلمون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ليخرجن الأعز، يعني هم الأعز، يعني المنافقون، الأعز منها الأذل، يعني الأذل نبينا روحي له الفداء، رب العالمين يرد عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه العزة الإلهية لا يمكن لأحد أن يرفعها، لا يمكن لأحد أن يغيرها، لا تستطيع أي قوة أن تحول هذا الإنسان العزيز أو المكان العزيز إلى ذليل قط. العزة الإلهية تدخل إلى القلب، والقلب يخشع أمام العزيز. ولذا الآن لما يدخل إنسان إلى بناية ضخمة جدا، يدخل إلى بناية ضخمة ينظر إليها ينبهر، يعني ينبهر بشكلها، البصر يعني ينبهر، لكن إذا دخل إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام القلب يخشع، تمام؟ إذا دخل إلى حرم أمير المؤمنين، إلى حرم أبي عبد الله الحسين، القلب يخشع. لماذا؟ لأن هذا المقام يرتبط بإنسان عزيز مرتبط بالله عز وجل، فالنور الإلهي يتجلى في هذا المقام: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. إذن العزة الواقعية، العزة الحقيقية، تحصل عند الارتباط مع الله تبارك وتعالى. خلينا ناخذ بعض الشواهد لهذه العزة الإلهية.
من هذه الشواهد التي ذكرها القرآن الكريم، سحرة فرعون، السحرة الذين جاء بهم فرعون تابعين إلى فرعون، هؤلاء وراءهم قوة ومدد وأموال وكل شيء اللي يحتاجونه حاصل، جاء بهم فرعون ليواجهوا نبيا من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام. السحرة يرتبطون بفرعون، موسى يرتبط بالله عز وجل. السحرة عندهم قوة مادية ومدد مادي، وأما موسى عليه السلام عند مدد إلهي، مدد رباني، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لاحظوا النتيجة، من الذي ينتصر؟ من الذي يتغلب؟ من يكون الأقوى؟ من يكون المنتصر؟ يأتي السحرة وبيدهم مولانا العصي والحبال، ألقوا حبالهم وعصيهم. هذه الحبال والعصي وإذا بها تسعى على الأرض نتيجة للسحر، العمل الذي عملوه، السحر الذي جاءوا به. ولذلك القرآن يعبر يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ناس انبهروا بهذا السحر، بهذه العصي والحبال، تحولت إلى شيء يمشي على الأرض، جمع غفير من الناس قد اجتمعوا. لكن لما ألقوا الحبال والعصي ماذا قالوا؟ التفتوا إلى هذه العبارة، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون، فرعون شنو عزته؟ عزة مادية جاء بها من خلال القوة والهيمنة. بعزة فرعون إنا، يأكدون إنا لنحن الغالبون. الله تعالى أوحى إلى موسى قال له أنت وحدك وهؤلاء مجاميع وهؤلاء كثرة، هؤلاء قوة مادية، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى العصا موسى، تحولت إلى أفعى كبير والناس كلهم ينظرون. ألقى عصاه بعزة رب العالمين. شوف لاحظ أي العزتين انتصرت. لما ألقى العصا تحولت إلى أفعى كبيرة، ابتلعت كل ما جاءوا به من السحر. حينئذ نظر السحرة إلى هذا الفعل، إلى عصا موسى. أم أهل خبرة يعني عندهم اختصاص بالسحر، قالوا هذا ليس بسحر أبدا، وأعلنوا إيمانهم، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لاحظوا إخواني، بمجرد أن آمنوا بالله، يعني تحولوا من العزة الفرعونية إلى العزة الإلهية، صاروا أقوياء، صاروا أبطال، صار عندهم شجاعة وثبات. ولذلك بمجرد أن تحولوا إلى العزة الإلهية، قال لهم فرعون كما يحكي القرآن: لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم أجمعين. شنو الجواب؟ قالوا لا ضير. من خاف؟ من خاف؟ لماذا؟ لأن تمسكوا بالعزة الحقيقية. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. تحولوا إلى الإيمان، إلى العزة الحقيقية، صاروا أقوى من فرعون، صاروا أقوى من السيف، أقوى من التهديد، قابلوا الموت باطمئنان لأن الله تعالى معهم. هذه العزة الحقيقية، هاي العزة الواقعية. إمام زين العابدين
مثال ثاني، نموذج آخر، الإمام زين العابدين عليه السلام. يأتي هشام حاكم أموي، يأتي إلى مكة المكرمة ويريد أن يستلم الحجر في الكعبة الشريفة. كل ما حاول أن يدنو من الحجر ما تمكن لشدة الازدحام، كثرة الناس. فلما لم يتمكن خلوا له كرسي وجلس، ويحيط به الشرطة وحمايته يحيطون به، وكلهم من الشام، أهل الشام. وإذا بالعزة الإلهية، وإذا بالنور الإلهي، وإذا بالإمام زين العابدين عليه السلام قد أقبل. بمجرد أن نظر الناس إليه انفرجوا له صماطين. لا أكو واحد يقولهم يا سووا طريق، أبدا. انفرج الناس إليه صماطين، وصل إلى الكعبة الشريفة وإلى الحجر وقبل الحجر. صار يسألون دول اللي ويا هشام، يا هشام أنت قوة، احنا وياك مجموعة كبيرة، وهذا اجى وحده هذا الإنسان، فرج الناس له صماطين، من هذا؟ شو يقول لهم؟ هذا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ما يقدر يقول لهم هكذا، ما يقدر مولانا يبين من هو هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى راح يبين من هو هذا. الله راح ينطق شاعرا من الشعراء، هذا لسان الحق. وإذا بالفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، إلى آخر الأبيات. سجن الفرزدق لأنه قال هذه الأبيات في الإمام زين العابدين عليه السلام. بقي الإمام شامخا، إمام الحسين، هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هسه قد واحد يقول يا أبا الإمام الرضا عليه السلام، ألم يقل بأن شهر محرم أذل عزيزنا؟ إخواني إحنا عندنا ذلة، ذلة جسدية، ذلة مادية، وذلة روحية. ذلة المادية يتعرض لها حتى الأنبياء. أمير المؤمنين عليه السلام بالمحراب وضربوه بالسيف على رأسه، البدن بلي، البدن تضرر، لكن الروح تضررت. الذلة المادية نعم، أما الذلة نتكلم عنها الذلة الروحية، ذلة العزة الروحية، العزة النفسية. هذا الشموخ مولانا موجود عند أهل البيت، عند الإمام الحسين، وهو يتقلب على أرض كربلاء. عبد الله ابن عمار ابن يغوث يقول: والله إني واقف، إني واقف مولانا والإمام الحسين لوحده حينما يحمل، والله لم أرى أجرأ منه مقدما ولا أقوى منه جنانا قلبا. وكان إذا دعا إلى البراز وصاح في القوم فروا بين يديه فرار المعزى إذا شد فيهم الذئب. هو وحده الإمام الحسين وأمام جيش جرار. الآخر يقول: إني أنظر إلى الإمام الحسين عليه السلام يتقلب على أرض كربلاء، فوالله لم أرى وجها أنور منه ولا أحسن شكلا. دماء مولانا، دماء، سهام، رماح، نبال، حجارة، لم أرى أنور منه. وإذا بالنور يشفع
من وجه أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلى عنان السماء. ولذلك الإمام لما كان طريحا على الأرض قبل أن يقطع رأسه قبل أن يقتل، كل قبيلة تقولها للثانية أنتوا تقدموا إحنا ما نتقدم. صار نزاع، أخيرا تقدم الشمر. هذه العزة الروحية، هذه عزة الإمامة، هذه العزة الإلهية. تعال إلى زينب العقيل عليها السلام. زينب مسبية، قتل إخوتها أولادها الأنصار، رأت المآسي يوم عاشوراء. هاي المآسي لو وقعت على جبال لتهاوت لتهدمت. زينب كل هاي المصائب رأتها، كل الآلام رأتها، حرق الخيام، سبي النساء. لكن قل لي هل ذلت زينب؟ نعم ضربت زينب، هاي الذلة المادية، لكن روح زينب العقيلة ما أعظمها. شواهد عديدة أمامنا. زينب بالكوفة أومأت الناس كلها، اجتمعوا، أومأت إلى ذلك الجمع بيدها، يعني شالت إيدها زينب، فكأن على رؤوسهم الطير، ولا واحد يتكلم. سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس. الأجراس يعني هاي الأجراس اللي تعلق برقاب الإبل، حتى هاي الأجراس سكنت هدأت. وخطبت زينب خطبتها، واحد يقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال، نساؤكم خير نساء. شنو هذه العزة اللي عند زينب؟ هذه عزة القرآن، عزة النبي المصطفى محمد وآل محمد. ودخلت على ابن زياد المسبي، ويا عائلة مسبية، ويا أطفال، ويا حريم، ويا رؤوس معلقة، وياها زين العابدين عليل مريض. توقع يعني عبيد الله ابن زياد أن تستعطفه، أن تطلب منه الرأفة، تطلب منه يرجعهم إلى المدينة، تطلب الشفقة. لما دخلت على ابن زياد ونظر إليها ونظر الجالسون إليها، رأوا الهيبة والوقار والشموخ والعزة الإلهية. حتى عبيد الله ابن زياد استغرب، قال من هذه المرأة؟ من هاي المرأة؟ ما قالت لا أنا زينب وأبوي علي وجدي أبو طالب وأم الزهراء، ارحمنا يا ابن زياد. أبدا، ولا جاوبته ولا ردت عليه لما قال من هذه، ولا دارت لبال أبدا. شوف الشموخ الزينبي الحسيني، هيهات من الذل، يأبى الله لنا ذلك ورسوله. لكن هو يقابلها، يقابلها هذا العمل الدنيء، ياخذ العود يريد يضرب العقيلة زينب، روحي لها الفداء. شوف هاي العزة عند الحسين وعند أنصار الحسين وعند أهل بيت الحسين. يا إخوان، القاسم ابن الإمام الحسن 13 سنة عمره، يعني لم يبلغ الحلم، 13 سنة عمره. موقف، والله هذا الموقف لما واحد يقرأ أو يسمعه يقف إجلالا للقاسم. وما أدراك ما القاسم؟ من أبو الإمام الحسن؟ جد أمير المؤمنين. لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم مدبرا. لاحظ القاسم 13 سنة عمره يبرز إلى الأعداء يقاتل، وهاي معركة شرسة، ينقطع شسع نعله، ينقطع شسع نعله، يعني بالإمكان يلقي النعل ويروح إلى المعركة حاف القدمين. لكن هذا بيذله، وهذا مو مناسب، وهذا مو لائق أن الرجل الشجاع يدخل المعركة حاف القدمين. أهوى يشد حذاءه والحرب مشرعة لأجله، الله، ليسومها مهما غلت
هيجاؤها بشراك نعله. يعني عند الحرب مولانا مثل هذا شراك النعل ليسومها مهما غلت، هيجاؤها بشراك نعله أهوى يشد حذاءه، دنج حتى يشد الحذاء وأبى أن يذهب إلى الأعداء حاف القدمين. شنو من إباء، شنو من عزة، بأبي أنت وأمي. شحال الحسين لما وقف القاسم أمامه ينظر إلى وجهك القمر الطالع، جمال الصورة وجمال الأخلاق وجمال البيتية، ينظر إلى كأنما ينظر إلى أخيه الحسن المجتبى أمامه. قال له: يا ابن أخي عزمت على الموت؟ قال: يا عم كيف لا أعزم على الموت وأنت لا ناصر لك ولا معين؟ الله. قال: يا بني كيف ترى طعم الموت؟ قال: يا عم أحلى من الشاهد، أحلى من العسل عندي. يا قاسم راح تقطع بالسيوف، يقول: أحلى من الشهد في سبيل الله، في سبيل الحسين، في سبيل الحق. جاء به الإمام الحسين، قبله، شمه، ثم ودع العائلة، ودع أمه رملة، ساعد الله قلب النساء، يودع عن الشباب الله، ودع العقيلة زينب وودعهن وانطلق إلى المعركة يقاتل. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، أكرم وأنعم سيدي صبط النبي المصطفى والمؤتمن. قاتل قتال الأبطال هذا، والإمام الحسين ينظر إليه الليلة الجمعة. يا الله يا فرج الله، الإمام المهدي يبكي معنا، لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع. دما قتل عددا منهم وأهوى يشد نعله. قال الأسدي: علي آثام العرب إن لم أثكل به عمه. ابن مسلم قال له: يا أسدي ألم تنظر إلى هؤلاء الذين احتوشوه؟ يعني القاسم واحد منا يضربه، واحد منا يضربه، أما ترى هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال: لا والله، حتى أثكل به عمه الحسين أجركم الله. وأريد صرخة مع الإمام الحسين: يا الله. وجاء إلى القاسم وضربه بالسيف على رأسه. رحم الله من نادى وقاسم، أيوة مظلوما نادى، أدركني يا عم، ضربوني على رأسي. أقبل إليه الإمام الحسين، شوف الصورة شلون أجى الإمام الحسين، وقف على القاسم وهو يفحص برجليه ويديه. قال: بني عزيزي، يا ابن أخي، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا. صاحب صوت يا جاسم شبيدي، يا ريت الموت، يا ريت السيف قبلك حذو ريدي. هاني لكم تخلوني وحدي. الله. العائلة تنتظر، ماكو خبر من القاسم. فرس الحسين عاد إلى الخيام خالياً.
رعبنا النسوة، قتل الحسين مع القاسم، أجركم الله. وإذا بهن ينظرن إلى الإمام يحمل القاسم على صدره ورجلاه يخطان الأرض، يعني الحسين كان محدود بالظهر. جاب يلا هذا شباب، والأم تتمنى أن يعرس ابنه، أمنية كل أم، مبارك بين 70 ألف جابنا عن الحنة بدم الراس حنه بدال الشمي شاب زفهم جابه ومدد ما بين خوت بجعدهم يا ويلي وهم مات بس ما سمعن النسوان صوت. أقبلنا إليه هذه تنادي وابن أخياه، وأما رملة تنادي وولدام وعزيزا ابني ما عندي غيرك. جلست عند تقل يا ابني يا ابني أنا ردتك ما ردت دنيا ولا ما حضرني لا وقع حملي ولا مال منك خابت ظنوني ولا مال آخر ما قلت حقا يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري. يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا برحمتك. اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج والنصر والعافية. اللهم تقبل منا، اشفي مرضانا، مرضى المستمعين الكرام، مرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائج الجميع. يا الله المؤسسون لهذا المجلس الكريم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم، لا سيما إلى روح شهيد المحراب وأبيه سماحة الإمام السيد الحكيم وإخوانه، وإلى أهله وولده، وإلى أمواتنا وأمواتكم، ومن مات على الإيمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.